بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك والمباشر من البرنامج الأسبوعي من منبر الحرم الذي يأتيكم عبر فضاء الإخبارية. مشاهدينا الكرام، إن من أصول الإيمان وقواعد الإسلام تحقيق الأخوة الإيمانية بين المسلمين ونشر المودة في مجتمعات المؤمنين. قال الله جل وعلا في كتابه القويم: إنما المؤمنون إخوة. ونعلم أن هذا الأصل العظيم والمبدأ المتين يقتضي حقوقا وواجبات ويتطلب كذلك مسؤوليات والتزامات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأخوة كهذه رسمها القرآن الكريم تقتضي أن يسير المسلم في حياته تجاه المسلمين بكل مسلك كريم وفعل قويم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه أو ما يحب لنفسه. إنها الأخوة مشاهدين الكرام التي تحمل الصدق من القلب في جلب المصالح والمنافع إلى المسلمين ودرء الشرور والأذى عن المؤمنين، وأنموذج في سلامة عقيدتها، وكذلك هي داعمة لدينها الذي من أجلها سادت في الأخلاق الإسلامية. وكذلك نتذكر هذه النعمة العظيمة من الله عز وجل في كتابه الحكيم: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نتحدث في هذه الحلقة مشاهدين الكرام عن نعمة الأخوة الإسلامية. نتحول بكم إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة، نتابع من هناك مقطع من خطبة الجمعة، نعود بعدها إن شاء الله لاستهلال حوارنا مع ضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة. إذا اعتز أقوام بفضل منزع أو شرف مبدأ، وإذا افتخروا بسمو قدر وعلو منزلة، فإن من حق أهل الإسلام أن يعتزوا بسمو عقيدتهم وأن يشرفوا بسداد نهجهم وكمال شريعتهم التي جاءت بأفضل تخطيط تتوثق به روابطهم وتقوى به الوشائج بينهم، إذ ارتفعت فوق كل رابطة، فوق كل رابطة حسب أو نسب أو مصلحة، إلى رابطة الأخوة الجامعة، الجامعة لكل أسباب التواد والتعاطف والتراحم والولاء، والولاء الشامل لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال عز اسمه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولقد وطد رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه دعائم هذا الإخاء الفريد بمبادئ تصقله وتهذبه وتنقيه، وتنقيه من كل زائف دخيل وتصحح واقعه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الظهيرة الجميلة التي تزدان وتشرف بذكر الله عز وجل في هذا المجلس، مجلس الإيمان. نرحب بمطلع هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي التميمي، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا بكم صاحب الفضيلة. أهلا فضيلة الشيخ عبد الرزاق، حييك وحيي المشاهدين والمستمعين والمتابعين لهذه القناة الحقيقة التي برزت بروز تصاعدي الحقيقة، وأصبح لها الحقيقة يعني قاعدة كبيرة، وكل يلحظ التطور الذي يحدث والنقلة النوعية في قناة الإخبارية، فهي من
تعلق إلى آخر. الحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يسدد الخطى. فضيلة الدكتور، دعنا بداية نتحدث هنا عن العقيدة السليمة، العقيدة الصحيحة، تلك النعمة العظيمة من الله عز وجل على عباده المؤمنين. وجميل لو استشرفنا واقع المجتمع المكي قبل بعثة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كيف كان وكيف صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن العقيدة الإسلامية هي الوحدة. نعم. لا وحدة إلا بالعقيدة، ولا عقيدة إلا بالتوحيد. الله. التوحيد الخالص، النقي من الشرك ومن شوائب الشرك ومن أدران الشرك ومن أوضار الشرك. ولذلك المجتمع الجاهلي كان متفتت، متشرذم، متفرق، متناحر. القريب يعدو على قريبه، وزوجة الأب تورث، والمرأة تهان، والقتال لا ترتاح قبيلة في السنة، إما جائرة ولا مجور عليه، إما ظالمة أو مظلومة، ولا تستقر في مكان. فجاء الإسلام ووحدهم، جمع الأطراف ووحد الصف. لاحظ، بلال رضي الله عنه وخباب وصهيب لا قيمة لهم في وقت الجاهلية. ما نزل القرآن وجاء الإسلام إلا ألغى كل هذه الفوارق. أبو بكر رضي الله عنه يشتري بلالا ليعتقه. ممن؟ من أمية بن خلف. ينصر بلال لأخوة الدين وهو حبشي على أمية بن خلف القرشي الذي هو قريبا له، لأن أخوة الإسلام تذيب كل شيء. لاحظ، المملكة العربية السعودية قبل أن يرزقها الله سبحانه وتعالى بالملك عبد العزيز رحمة الله عليه، خبيئة من خبائل الله سبحانه وتعالى لنا، كانت متناحرة، كان الحج لا يستطيع أحد أن يصل إليه. الآن المملكة العربية السعودية واحدة واحدة، كل هذه بالعقيدة. لذلك من نعم الله على هذه البلاد أنها خلت من قبر يعبد، أو وثن يحج إليه، أو صنم. الحمد لله. كلها متجهة لله سبحانه وتعالى. لكن شيخ، يعني ما الرابطة بين العقيدة الصحيحة السليمة كما نعيشها والله الحمد والمنة في المملكة العربية السعودية، وهذا يعني معروف لدى المتابع والراصد والمراقب لأحوال المملكة العربية السعودية، العلاقة بين العقيدة من جانب وبين الأمن في بداية والأخوة من جانب آخر؟ طبعا. أنت لما تصير عقيدة سليمة، نعم، والقلوب صافية واتحدت على تحكيم الكتاب والسنة، لابد أن يكون فيه الأمن، لأن أهل التوحيد أولئك لهم الأمن. الله. لهم الأمن، يتخطف الناس من حولهم وهم يعيشون بالأمن، لأن التوحيد أمن وأمان في الدنيا والآخرة. الله. التوحيد، ولذلك التوحيد يزرع الأخوة. لما الرجل الذي يهاجر أو يسافر مئات كيلوات لزيارة أخا له، فينزل الله في مدرجتها ملك، إلى أين متجه؟ قال إلى فلان. قال هل من نعمة تردها إليه؟ أو يعني بدأ يحقق معه ويعلم الملك. قال فقط زرته لله. قال فإني ملك وأخبرك بأن الله يحبك. الله أكبر. لذلك الذين يتعكنون على محبة الله تعالى، على منابر من نور الله يوم القيامة. فالحب في الله من ثمار العقيدة، العقيدة الصحيحة الصافية علمتني أن الحب لله. إيه، تقصد يا شيخ أن الحب أو الأخوة إذا كانت مبنية على مصالح دنيوية فإنها تكون على جرف انهار، على جرف بلا مجرد شك. ما تنتهي هذه المصلحة مباشرة تنقطع رواصل الأخوة. الله أكبر. أما هذه لا، عقيدة لله، عقيدة لأنها هي متصلة في الآخرة. لذلك شف، عشان ألمح مثل هذا المعتقد، الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بمرض الغلام اليهودي جارة، نعم، تصور غلام يهودي أخبر الآن أنه يجود بنفسه، اللهم صل، نعم، يجود بنفسه كما في الصحيح الآن، خلاص الرجل الشاب، يعني لا مصلحة للإسلام في إسلام هذا الرجل، الإسلام لا مصلحة له، تحصيل حاصل، يعني الإسلام ما ليس له أي مصلحة. تقصد الغلام كان مريضا، خلاص يموت، يجود بنفسه، يزور الرسول صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الإسلام حتى آخر رمق، لينقذه هو، لأن الإسلام ما يبحث عن مصالح له هو للإسلام أو للأفراد.
فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يدعوه لأنه يبحث عن مصلحة أولا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يهديه الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ وينقذه الله من النار بإيش؟ بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لأن الربط الأجر مع الله، طالما أنه مع الله ما عاد أنظر الزمن والمصلحة الشخصية المترتبة. لما تدعو رجل في أدغال أفريقيا ما ترجو منه مصلحة أنت في الدنيا، لأنها رابطها مع الله سبحانه وتعالى. لما واحد يدفع أموال ويبني مسجد في أدغال أفريقيا ولا يحفر بير في أدغال أفريقيا هو ينتظر مردود مادي منها؟ أبدا، بالعكس. لكن الأخوة الإسلامية هي التي دفعته الله أنه يخرج جزءا من ماله لمسلم محتاج في أفريقيا ولا مسلم محتاج في آسيا، ويحفر لهم بير ويبني لهم مسجد وينشئ لهم دار أيتام وتحفيظ قرآن ويقطع الآلاف. هذه الأخوة الإسلامية هي اللي جاءت دفعته إلى هذا. سلامة المعتقد، شوفوا هذه ما يفعلها إلا أصحاب المعتقد السليم الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. جل نتكلم على المسلمين. الحمد لله. الآن شيخ، الآن في خبر عاجل عبر شاشة الإخبارية أن المدفعية السعودية بفضل الله عز وجل تصد هجوما للانقلابيين الحوثيين. أيضا جميل لو تحدثنا هنا عن العقيدة الصافية القوية التي ينطلق منها أبناء القوات العسكرية المسلحة على حدودنا الجنوبية في صد هذا العدوان الآثم. جميل، بس أنا أريد عينان لا تمسهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله سبيل الله، الله، وعين بكت من خشية الله. تصور هؤلاء الذين تركوا الأهل والديار ووقفوا أمام المدفعية ووقفوا أمام الأعداء، أعداء عقيدة ذولي، صحيح، أعداء معتقد، أعداء لأهل بلدهم، أعداء لأنهم يريدوا أن يفسدوا بلدهم، يريدوا أن يحولوا بلدهم إلى معقل للوثنية، معقل للمجوس. لكن وقف الأبطال، أبطال هذه البلاد وقوى التحالف، ووقف أبناء اليمن الذين الشرفاء اثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الاعتقاد الصحيح، وقفوا مع هذه القوات لإنقاذ اليمن من أدران عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هي حرب عقدية في المقام الأول والأخير، حرب بالأول والأخير عقدية. شوف، ما في مصالح مادية، حتى لو جاءك إعلام يدندن ولا يطبل ويزعم من هناك مصالح مادية، كل هذا لماذا المملكة والتحالف ما دخلت في اليمن من زمان لو في مصالح دنيوية؟ صحيح، إنما هي لصد هذه العقيدة. يعني لماذا ما دخلت إلا من سنتين؟ يعني في مصالح دنيوية مرجوة من هذه؟ بالعكس، بالعكس. الخسائر، لكن أنا ما أسميها خسائر، كلها ستعوض من الله تعالى. ولا تخشى من ذا العرش إقلالا، ما من درهم ينفق في سبيل مرضات الله إلا وسيعوض، سواء أنفقته دول أو أنفقه مؤسسات أو بذله أفراد. كل شيء، ولا تخشى من ذا العرش الحمد لله إقلالا. أيضا نزف البشرى لكم المشاهدين الكرام عن مقتل قيادي من هؤلاء البائسين الانقلابيين الحوثيين، وثلاثة عشر أيضا من هؤلاء قبالة نجران في صد لهذا الهجوم الآثم على أرض المملكة العربية السعودية. ومقابل كان هناك العام الماضي مرسلين على مكة، هم على فكرة معلنينها أنهم أعداء للتوحيد، لا حول، أعداء للإسلام هؤلاء. لذلك لو عندهم أخوة، نعم، شوف قاتلوا أبناء قومهم، صحيح، ما عندهم أخوة. وأيضا عبثوا بمقدرات اليمن السعيد، لا تهمهم اليمن، نهبوا أمواله هؤلاء، والله وبالله وتالله لا تهمهم مصلحة اليمن، تهمهم مصلحة دين المجوس، دين الصفوية، الدين الذي يقوم على عبادة غير الله وعلى عداء التوحيد. على فكرة ليس لهم عداء إلا الدين. جميل، لكن شيخنا بالمقابل يعني لو تحدثنا وأكثرنا الحديث عن نعمة الله عز وجل علينا في المملكة العربية السعودية، وفصلنا فيها وسلطنا تلك العدسة الإعلامية على مظاهر التوحيد في المملكة العربية السعودية، لا يوجد والله الحمد والمنة شجرة تعبد من دون الله عز وجل، لا يوجد قبر يطاف حوله، لا يوجد أوثان تدعى من غير الله عز وجل، تسمع هذا الأذان يعني يرفع والله الحمد والمنة خمس مرات في اليوم في أنحاء المملكة العربية السعودية. واجبنا نحن أبناء هذه البلاد المباركة الطاهرة تجاه هذه النعمة من الله عز وجل. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام. الإمام الصنعاني رحمة الله عليه، نعم، وهو في اليمن، لما وصلت خبر دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نعم، قال سلام على نجد ومن حل في نجد، وإن كان تسليمي على البعد
لا يجدي على أحمد الهادي يجدد شرعنا فيا حبذا، إلى أن قال: فكم هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود ليس ذاك من ودي. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله حينما تعاهد مع الإمام محمد بن سعود عليه سحائب الرحمة مؤسس هذه المملكة العظيمة، وسار من بعده كل الملوك من هذه الأسرة الطيبة المباركة من يومه إلى يومنا هذا، وسيظلون بإذن الله على هذا المعتقد، حماية البلاد من أن يعبد فيها غير الله تعالى، كما قال الربعي بن عامر: لقد أتى محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. رب العباد. الله ما يعني حتى في العقل يا شيخ عبد الرزاق. نعم. بالعقل هذا الميت المدفون المقبور ما نفع نفسه، شلون ينفعك؟ صحيح. يعني تتعجب من العقول لما يطلب منه يقول مدد ولا يطلب منه النصرة، يا أخي لو كان يستطيع أن ينقذ أنقذ نفسه، وجالس في حفرة في قبر. صحيح. في التراب. صحيح. أنت ساكن في بيت وقصر ومكيفات وهو قدامه في قبر ما خلص، لكن العقول إذا خلت من التوحيد انطمس إن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. في الصدور. يعني حتى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفع ضرا عن أحد ولا يعطيه شفاء. قل لو كنت أعلم الخير لاستكثرت. نعم. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا وهو حي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول ابن كثير: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، كان علمت أن هذا سيرتفع ثمنه فأشتريه. نعم. وهذا سينخفض فلا أقتنيه. وهذا أشتري حتى أبيعه. لكن ما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. إلا ما أذن به الله عز وجل. إلا ما بصف الله به أنبياءه ورسله من أخبار غيبية. أما الآن فانقطع الوحي من السماء. الأخبار الغيبية التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الآن تقع أمامنا خلاص. نعم. لأن هذه أطلعه الله عليها بإذنه سبحانه وتعالى. فلا إلا من ارتضى من رسول الله. نعم. فلذلك لما يقال إن هذا البيت يعلم الغيب ولا يفرج الكربات ولا ينفس الهموم، يعني اسأل نفسك هو ما خلص نفسه شنو خلص؟ اي أيوة والله. فاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء لا يعطيه. صحيح. حتى مرة واحد يدعو المهدي المنتظر ماذا يقول؟ نعم. يقول ادعى واطلب منه كل شيء ثم يقول عجل الله بفرجه. طيب هو ما دام انه الان محتاج الى الله وشو اللي تجي له انت؟ الله اكبر. نعم. هذه وشو اللي ترمي حوائجك عليه؟ ما دام انك تقول هو انت تدعي له ان الله يعجل بفرجه. نعم. ملمح ذكي منك فضيلة الشيخ، يعني لو كان يعني يستطيع أن يعطيك ويحيي الموتى ويعطي الأولاد ويرزقك الأموال لا عجل بفرجه لنفسه هو. نعم. هو محتاج. صحيح. إلى الله. صحيح. هذا لو كان حقيقة موجود. صحيح. وكلها يعني خزعبلات. لكن الناس تخيل. لكن بس عشان نصل إلى حقيقة. نعم. أنك أنت أصلا هو لو فيه نفع نفع نفسه هو. صحيح. ولذا ما أحد يؤثر على نفسه أحد. صحيح. ولذا ندعو الجميع إلى حوار عقلاني مع أنفسهم قبل أن يمارسوا مثل هذه الممارسات الشركية. هذا التوحيد. نعم. اللي ينقذك منها. صحيح. الله تعالى إذا حماك بالتوحيد واصطفاك وربطك به. صحيح. ولذلك ذو النون عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت دعا بالتوحيد. ولا لا؟ نعم. لا إله إلا لا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. وهذا الدعاء عظيم الظالمين. شيخ لمن يقول صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذو النون. نعم. ما دعا بها مكروب ما أو ما دعا بها داع بشيء إلا في الرجل. إذن هي بشرى. لا إله إلا أنت سبحانك. دعاء المكروب كما في صحيح البخاري. زف هذه البشرى يا شيخ أيضا لكل مكروب. نعم. أو مهموم من المشاهدين. في صحيح البخاري يقول. نعم. صلى الله عليه وسلم دعاء المكروب لا إله إلا الله العظيم الحليم. نعم. لا إله إلا رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض العرش الكريم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. وفي رواية لا إله إلا الله العليم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. كلها كلمة التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله. حديث البطاقة أمام 90 سجل من الذنوب والمعاصي، كل سجل مد البصر فتؤتى بالبطاقة التي فيها لا إله إلا الله فتطيش السجلات. تمحوها. تمحوها. الله. يا لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لقيتني لا تشرك بي شيئا
للقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. الله من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. نعم. كلمة التوحيد هي اللي تلقيت. لكن بعض الناس يقول كلمة التوحيد ولا يفهم معنى كلمة التوحيد. لكن جميل الإنسان أن يكون موحدا لله عز وجل وأيضا متخلصا هذا الخير كله. نعم، متخلصا ومتخففا من حقوق الناس، وهذا أمر مهم جدا شيخ. طبعا نعم. هو لا شوف، هو احنا نتكلم عن التوحيد وباقي عدد الذنوب والمعاصي والأثام يتخلص منها، لكن صح. التوحيد هو جميل. الأساس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم نعم. أول ما يبعث أحد قال ادعهم إلى كلمة لا إله إلا الله. الله نعم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم إلا بعد أن يغسل، فإذا سمع النداء ترك ما غار عليهم. نعم. علم أنهم الشيخ الكريم، يعني إحنا حديثنا اليوم عن الأخوة الإسلامية وتحدثنا في بداية هذا اللقاء، لكن لأهمية العقيدة الإسلامية أفردنا لها مساحة كبيرة جدا، وأن الأخوة الإسلامية لا تبنى إلا بوجود العقيدة الصحيحة، وهذا اتفقنا عليه. نعم. ولذا نحن أفردنا لها مساحة كبيرة جدا لتأكيد وتأصيل الأساس، القاعدة. نعم. وتأصيل هذا المعنى. لكن دعنا شيخنا الكريم أن نتحول إلى الجانب الآخر، نريد أن نتحدث هنا عن هذه السياقات القرآنية الكريمة العديدة والمتنوعة، وكذلك من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولية من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أو فعلية كما شاهدنا في مؤاخاة الأنصار والمهاجرين في مدينة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. جميل لو تحدثنا عن هذا الجانب. إنما المؤمنون إخوة. إخوة. الله. شف المسلم. نعم. لأن المحبة في الله ما عاد تربطك في مصالح، في مصالح ولا في أقاليم. صحيح. تعال، من هو العالم الذي ارتبط به أهل هذه البلاد كمرجع بالفقه وفي العلم؟ عندنا اثنين، فضلة الشيخ بن باز. لا اترك اللي بالسعودية، خلنا هنا. الإمام أحمد بن حنبل عراقي، شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية دمشقي. الله، يعني من سوريا ومن العراق. ومن العراق. لم يكن والإمام البخاري. نعم. من بخارة. ومسلم أيضا نفسه، والترمذي والنسائي وابن ماجة. بالفعل شيء جميل شيخ. يعني من وين هؤلاء؟ كلهم من أمصار. والشافعي من العراق ثم من مصر. يعني ليس فيه في جزيرة العرب من الأئمة الأربعة للإمام مالك. صحيح. رحمه الله. نعم. وأيضا بعض الأخوة في بعض البلدان الإسلامية يقولون نحن نثق بالمرجعية الدينية. والآن المملكة العربية السعودية علماءها. نعم. تجد في المغرب وفي آسيا من يستفتي، وفي الصين وفي الهند من يعتبر مرجعهم الإمام سماحة المفتي عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، سماحة الإمام محمد بن عثيمين، ومن المعاصرين سماحة المفتي. صحيح. وشيخنا العلامة صالح الفوزان، وعلمانا الكبار الأحياء منهم والأموات. إذا لا يوجد مناطق، لأن الأخوة في الإسلام أذابت تخطت مثل هذه، تخطت أصل العتبات هذه الإقليمية والمناطقية. وذي المملكة العربية السعودية لما تتبنى قضية كسوفا والبوسنة وأفغانستان في حربها الأولى مع وتدفع الأموال، لما تبنى قضية اليمن. صحيح. عاصفة الحزم، عاصفة كل هذه أموال، وأيضا الجسور الإغاثية إلى سوريا، مخيم الزعتري وإلى الصومال وإلى سوريا، وعلى وتبني قضية سوريا في المحافل الدولية، وقطع. صحيح. العلاقات مع كل دولة ناصرت سوريا. والعداء اللي بيننا وبين إيران هو عقدي في المقام الأول. نعم. هو ما فيه إلا عقدي، هو خلاف عقدي ليس مالي. عمرنا ما اختلفنا مع إيران ولا ما غيرها ماليا. وأيضا المملكة ولله الحمد قوة اقتصادية يحتاجوا لها ما تحتاج لهم. صحيح. وأيضا الأمير محمد بن سلمان في لقاء الأخير ألمح إلى هذا الأمر، أكد. نعم. الخلاف عقدي في المقام الأول، وفقه الله. صحيح. صرح وأعلنها صراحة. نعم. يعني حتى كل المبادرات الخيرة من المملكة العربية السعودية لم تجد آذانا صاغية من هؤلاء القوم، ولن تجد آذان صاغية، لأن معتقدهم ديني في المقام الأول. هو نعم. هو شوف العداء في الدين، كل أحد تأمن جانبه إلا من كان عداءه لك في دينه. صح. لأن العداء المادي تقدر تحل المشاكل المادية. صح. أو مثلا على أراضي، العداء على الأراضي تحلها مصالح، ترسم حدود، لكن عداء الدين لا. ولذلك قوة الدين هي التي تبقى. الذين يتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم عليهم الأنبياء والصديقين والشهداء. نعم. وجبت محبة المتحابين فيه، المتزاورين. صح. فيه، ولذا المتماذلين فيه. نعم. صوت القوة أصبح يعني مرتفعا على حدودنا في الدفاع عن أرض المملكة العربية السعودية، وأن لا يوجد أي مساواة في هذا الشأن ولا حتى في المفاوضات. من اعتدى سينال الجزاء الرادع. هذا بلا علاقة. صحيح.
نعم. شيخ الكريم، هل الأخوة الإسلامية مجرد شعارات، مجرد أحاديث، أقاويل، كلام، أقول أنت أخي وانتهى المقام، أو يوجد أيضا مستلزمات أو متطلبات لهذه الأخوة طبعاً الإسلامية؟ طبعا الأخوة، شوف يعني فتش في التاريخ، نعم، ومهما أعياك البحث لن تجد أفضل نموذج من أخوة المهاجرين والأنصار. الله أكبر. لدرجة شيء عجيب والله، أن سعد بن الربيع يعرض على عبد الرحمن بن عوف أنه يطلق إحدى زوجتيه، يعني لما علم أن عبد الرحمن أعزب، قالوا عندي مزرعتين اختر، وما قال أبعطيك وعندي زوجتين. هل ينتظر منه عوض يا شيخ؟ لا، من عند الله. الله أكبر. ولذا رجعنا العقيدة السليمة. أي خلاص، لا، الأخوة في الله. هو شوف ميزة الأخوة في الله، لا ترجو منه مصلحة. الله. إذا أنت، لذلك في حديث وإن كان فيه نظر، أن من شفع شفاعة وأهديت له هدية وقبلها فقد وقع في باب من بواب الربا. لأن العمل كله يبغي أن يكون لله خالصا لوجهه. نعم. نعم. شوف الأخوة في الله، ولذلك من الأخوة في الله الإيثار. الإيثار لما تؤثر، ترى الإيثار ترى عمل قلبي بعض الأحيان. صح. لما أبو أيوب رضي الله عنه وزوجته يؤثرون الضيف على أنفسهم وعلى أولادهم، وأولادهم يبيتون جوعا، يتضورون جوعا، يتضورون جوعا. صحيح. وشرجوا أبو أيوب، وشرجوا، لا الرسول يدري عن هذا الفعل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، حتى تقول مثلا يثني عليه أمام القوم أو شيء، بس عمل. الصبح يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: عجب ربي من صنيعكم البارحة. وش سويتوا لضيفكم؟ عيالكم سكتونهم بالحصى وتظهرون أمام الضيف أنكم تأكلون، على الرغم من الحب الكبير والجارف تجاه الأبناء، يعني لأن ما يرجونه من الله أعظم. تصور يا شيخ، يقدم الطعام للضيف، ولأنه يدري أن الكمية محدودة، يحط نفسه يأكل، يطفي الأنوار، يطفي الأنوار ويحط نفسه وما يأكل، عشان ما يبغى الضيف يختل. بالله عليك، هذا وش يرجو؟ الله يرجو رحمة من الله عز وجل، لولا الاعتقاد نعم واليقين بالله سبحانه وتعالى ما فعل هذا، ما فعله الرجل الذي وقف على رأس والده من أصحاب الغار. نعم. الرجل الذي أعاد المال لأصحابه وقال: إني نويت أن هذه لك، فنمت، هذه ثمن عملك عندي، فنمت، فخذها وادي، وسبحان الله تموت أو تفنى الإبل والبقر والغنم التي لصاحب المال، وتبقى التي نواها لله عز وجل، للعامل اللي عمل عنده، عامل عنده. نعم. فتنمو، ما حسده، ما حقد عليه، يوم جاء قرقتها كلها لك، مع أن العامل ما يدري، ولا ما يدري، لكن الله يدري. الله. الرجل الذي أخذ من الرجل أمانة في البخاري، نعم، وألف دينار، وقال سأعيدها لك بعد، فرماها في البحر، فلما وجد مركب جاء وقال له، فقال ذاك: اعلم أوصلها الله لك، أنا طلعت أنتظر سفينتك، ما وصلت السفينة، فوجدت خشبة، فأخذت بها تدفى أنا وأهلي، كسرت في ذبيها الألف دينار. الله. ما كان يدري أن هذا برسلها، وكان يقدر يخفي أنه ما أخذها. صح. لا يوجد مثلا مطالبات، كان قال أنا ألاقيها في البر، في البحر. صح. صح. شوف هذا لولا الخوف من الله، ما هذا رمى في البحر، وجاء أيضا يعوض، ولا هذا اعترف. كل هذا عندما يكون الإيمان بالله والعلاقة مع الله والمرج هو الله، تذوق كل شيء. جميل. إذن شيخنا الكريم، نستأذنكم بهذا الفاصل، إذا نتحول بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة مقطع من خطبة الجمعة، نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأسعدونا بمتابعتكم. أما خذلان المسلم لأخيه في المواطن التي يجب أن ينتصر له فيها، فهو استهانة بحقه، وجحود لأخوته، وتجرئة للأعداء على اقتحام ساحته واستباحة حرمته والانتقاص من كرامته. وفي إطار التخطيط النبوي للإخاء الإسلامي أيضا، نلحظ الندب للتضحية بالراحة وبالراحة وكل محبوب للنفس في سبيل قضاء حاجة المسلم والسعي الحديث الحثيث لتفريج كربته، ملوحا بالوعد الكريم
بالجزاء الضافي مقابلة للإحسان بالإحسان الذي هو في الذروة من أي جزاء، وذلك هو الرعاية الإلهية والمعونة الربانية تصحب من يبسط جناح رحمته على أخيه المسلم ما دام في حاجة إلى بسط جناحه عليه برفده وكفالته في قضاء حوائجه أو تفريج كربته وإغاثة لهفته أو ضم صوته إليه في المطالبة بحقه، ويتأكد ذلك في حق أرباب الجاه والمنزلة والمكانة، إذ بهم بعد الله تعالى تقضى الحوائج وتنجاب ظلم المحن وترتفع البأساء والضراء. وللجاه يا عباد الله زكاة كزكاة المال لا مندوحة عن أدائها، والإخلاص لله فيها حذراً من تبدل الحال وزوال النعمة، فإن الله تعالى أغير على نعمه من أن يدعها بيد من لا يقوم بحقه فيها، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أقواماً يختصهم بالنعم لمنافع العباد، إن لله تعالى أقواماً يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وترحيب ثاني بضيفنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي التميمي، وهو عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا بك شيخ الكريم. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. نعم. فضيلة الدكتور حفظكم الله، لو تكلمنا هنا عن الأخلاق الإسلامية وأنها أتت لتعزيز الأخوة في دين الله عز وجل، أيضا الحديث في ذلك. يعني أعطيك أنا من الأخلاق، قلت لك الإثار. نعم. أنا ودي أتكلم عن الإثار لأنه خلق. نعم. أنا أقول الإثار خلق إسلامي متميز. جميل. وهو عمل إما ظاهري وإما باطني. نعم. يعني أعطيك مثال الإثار اللي حقيقة أنا أقول المجتمعات الإسلامية تفتقد للإثار. المجتمعات الإسلامية، أعطيك مثال، طالب جاء للجامعة مبكر. أي. خلنا الآن في مجتمع له، والمواقف تعرف اللي حول شحيحة يعني القريبة والمضللة ما تفي بالغرض في كل الجامعات. لا ما يمكن تحط لكل طالب. جاء مبكر ووقف سيارته بعيد بينه وبين نفسه وبين ربي. جميل. وقال عشان أنا مبكر الحمد لله عندي وقت أمشي، خلي المواقف القريبة لأحد الزملاء ما يعرف منه، مر بظرف ممكن يجي ولا يلقى له ملبق ولا يتأخر على القاعة. هذا العمل من يفعله؟ ما أنا بقول لكم ما حد يفعله، لكن هذا عمل ما يعلم عنه إلا الله. جاء واحد الآن بعض الحين مصارعة على من يدخل الأول بالسيارات. إيه؟ لو في خلق الإثار تفضل ولا تأخر كثير، ولا بالعكس تحمي نفسك ونفسه من الضياع. صحيح. تعال الآن مثلا خلنا نجي مثلا نتكلم في المواقف السيارات سواء في الجامعات أو في الجهات الحكومية الأخرى أو في يعني اللي عنده إثار يفكر بالآخرين. مواقف أتيت إلى محلات تجارية وشفت واحد يبغى الموقف هذا، بعضهم يمكن هذا ماسك ينتظره ويسقط، وبعضهم لا عنده الإثار يوم شاف هذا يبغاه تقدم كأنه ما يبي الموقف، كأنه بس واقف كذا، يوم شاف اللي وراه يبغى الموقف تقدم. هذا وش الأجر اللي بيجيه؟ أجر عظيم من الله. وش يجيه؟ صحيح. واحد الآن مثلا حاجز مقعد في الطائرة مميز. نعم. ثم جاء ولقى غيره جلس فيها، خاصة كبار السن ولا النساء تسبك. صحيح. ولا تعترف في الموقع في المقعد وتركها. لا، إثار. نعم. لذلك هذا عمل غيبي ما يعلمه إلا الله، في إثار. الله. في إثار في الأماكن، لو الواحد يفعلها. خلينا نجي مثلا يقول حملة الحج مع قرب الحج ولا لا؟ نعم. تعرف في عرفة مثلا الساحة أو المساحات محدودة، المخيمات والتكييف الناس تحتاج له، يجي ويترك المكان الزين لغيره. الله أكبر. وهذا يكون بينه وبين الله.
بينه وبين الله، وش الأجر اللي بيجيه؟ أجر عظيم من الله عز وجل. فالإثار خلق لو فعل، أنا ألحظ الإثار يخرج في مكة في رمضان يبهر. عند الإفطار يبرز، تلقى كل واحد وده يفطر غيره، تلقى يمد لهم الفطور قبل نفسه. صحيح. لأنه وصله حديث من فطر صائم فله مثل أجر، فاستوعبه في مخه وفي عقله. الله عز وجل في كل العام، ليس فقط في رمضان. الخلق النبيل هذا نبغاه معنا على سائر الأيام العام. صحيح. فهذه من ثمار العقيدة الصحيحة والأخوة. طيب شيخ الكريم، الصحابي الجليل الذي أزاح أيضا غصنا كان يؤذي المسلمين، ما الذي دفعه لذلك؟ هذا نجي مرحلة ثانية. نعم. اللي مرحلة حماية البيئة في الإسلام. الله. من معتقد الإسلام أن تحمي البيئة لإخوانك وتهيئها. عندنا شف اثنين، واحد أزاح غصن، غصن فشكر الله له فغفر له، لا فغفر. واحد قال سلم إذا قامت القيامة بيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. لماذا يغرسها؟ بتقوم الساعة، لأن الإنسان دائما يفكر في الآخرين ليس في نفسه فقط، في ليس في نفسه. لذلك أنا أقول ما من الأخوة في الإسلام وسلامة المعتقد، لما تذهب للصحراء للتنزه لا ترمي المخلفات، خف من الله سبحانه وتعالى. الله. ثم ينهيئ المكان للآخرين، هذا عمل ما يشوفه إلا الله. اجعل شعارك إذا صلت إلى الصحراء اجعل المكان أنظف من مكان الله، أو على الأقل اجعله كما كان يؤجر الإنسان. أنا خطبت خطبة كاملة عن هذا الموضوع. إن هذا من معتقد الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أدناها أعلاها لا إله الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، خلاص. والحياة شعبة من شعب الإيمان. شوف، دعا لإماطة الأذى عن الطريق من شعب وخصال الإيمان. الله. وأيضا حدائق يا شيخ الكريم، يعني البعض يعبث بالممتلكات ما عنده، وينثر أيضا المخلفات إذا انتهى من يا شيخ من المعتقد الجزء. السليم. نعم. أنت في الجامعة ولا في المدرسة طفل لبات طلعت طفل مكيف. نعم. ولله الحمد والمنه، ما هي بمزية بس أذكرها والله، لا أذكر طلعت إلا أغلق المكيفات. هذا الصح. وأغلق الأنوار. بعض الناس يكون حتى في المسجد بعض الحين إذا شفت المكيفات كثيرة والحضور قلل، حافظ على الاقتصاد. صحيح. كل هذا اجعل مراقبة لله سبحانه وتعالى، حتى تسعد أخوانك في أماكن أخرى. طبعا. اللي عنده شوف المعتقد يرى أن ممتلكات الدولة له هو، وهذا خطأ. لا بالعكس، حافظ عليها. لا أقصد بعض الناس يظنها يعني يعبث بها. أيوة يظنها مبلغ. حسنت. بعض الناس يتعامل مع أنه يعني ما يحفظ إلا ملكه. يا أخي ملك دولتك هو ملكك، مو ملك، لأن دولتك هي أنت وأنت هي. صحيح. والمحافظة هي مصلحتها، مصلحتك ومصلحتك مصلحتها. لما تحافظ على الطاقة الكهربائية، وحتى الطاقة الكهربائية مدعومة يا شيخ، ترى ما يدفع من فاتورة مدفوع. هذه كلها من المعتقد، لا يوازي ما يفعل هذا إلا عنده اعتقاد سليم أنه سيؤجر. الله. إذا وصلت الرسالة إلى أنه إذا أماط الأذى أجر، وأنه إذا أغلق المكيف حتى بالفندق، أنت تسكن فندق ولو كان في بلاد غير إسلامية، من أن الإسراف لا يحبه الله طف المكيف. ممتاز. لا تقول أنا دافع فلوس، دافع لأنك تخاف من الله أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فلما يكون في بلدك تقول أو نبه الإسراف حرام. نعم. وأحفظ اقتصاد بلدي. لما يكون في غير بلدك تقول الإسراف حرام. ديني علمني الإسراف حرام. خل حتى لما يجي العامل يلقاك مطفي اللمبات والمكيفات والغرف الأخرى مولعة، ليش هذا؟ ليش هالمسلم هو اللي يطفي؟ صحيح. وش اللي دفعه؟ مي بديرته ولا بلده. سيأتي شعور، شعور بالسؤال عن هذا الدين العظيم وعن سماحته. يعني ترى لازم يكون خلق عندنا كمسلمين. صحيح. إن أننا ممتلكات بلدنا نحافظ عليها، لأنها أولا الإسراف حرام، أثنين هي ملك لنا ولأولادنا للجميع. نعم. ممتلكات غيرك في الدول الأخرى دينك يقول لك. نعم. الشيخ الكريم، أيضا في أداء الحقوق البعض ربما لديه تفرقة في ذلك. إذا كان الإنسان مثلا من أبناء بلدته وجلدته فإنه يبادر لدفع هذه الأموال، لكن إذا كان مثلا عاملا قد جاء من أمصار بعيدة فإنه يتلكأ كثيرا في دفع حقوقه. هل هذا أيضا خصوصا هذا العامل إذا كان مسلما، هل من واجبات الأخوة أيضا أن نظلم هذا العامل ونعطيه أمواله، أو هذا يناقض الأخوة الإسلامية؟ هذا يناقض الإسلام كله. الله.
مو بنقض الأخوة الإسلامية، هذا نقض الإسلام كله. الأخوة هذا خلق نبيل. إذا نرفع الظلم عن إخواننا المسلمين. الأخوة هذا خلق نبيل. نعم. قد يكون بعضه واجب وبعضه مستحبا. لكن رفع الظلم هذا واجب. يعني لا تظلمه. ولذلك شوف من معاني الأخوة في الإسلام. نعم. شوف الرحمة بالمسكين. جميل. ولذلك من علاج قسوة القلب كما جاء في الحديث أن تمسح على رأس المسكين وترحم الضعيف. الضعيف هذا العامل اللي يعني سؤال يا شيخ أسألك يعني سؤال. لما واحد يركب سيارته ويشرب مشروب والاكل ويرميه بالشارع، أنت ما عذبت هذا العامل الضعيف؟ ما جعلته يحمي رأسه ليشيل المخلفات؟ منظر مؤسف. ألا هذا ظلم ترى؟ والله الذي لا إله إلا هو أنه ظلم. ظلمته، كلفته شيء ليس من مسؤوليته. ليش ترميها ترمي بالشارع وترمي؟ لكن لو عندك حس ديني، وخلنا أيضا نوضح حس وطني، إحساس بأن البلد بدل ما يعيل يعني الشارع هذا العامل لا يستطيع ينظف إلا شارع، خليه ينظف 10. صح ولا لا؟ صحيح. لكن لما تجهد يا أخي عندك الأشياء، قلت ما لقيت مكان، يحط كيسة بسيارتك. صح. وضع فيها. وضع فيها كل مخلفاتك، ومتى ما وصلت أقرب مكان وضعها. والله يا شيخ شيء يتعب النفس لما تشوف واحد يرمي مخلفات في الشوارع. صحيح. هذه ما فيها أخوة الدين يا أخي. ارحم العامل مسكين. صحيح. خصوصا إذا كان غير مسلم. غير. ترى يكرهك. سيأخذ صورة يعني سيئة عن الدين. يعني تعال يعني بالله عليك، هذا اللي يجي يلقي كلمة في مسجد. نعم. ويحث الناس ما يفطرون صوة. بعض الناس مفتاح للشر مغلق للخير. هداه الله طبعا. أخذنا ما نعرف منه إحنا. أقصد هداه الله تم الرد عليه يعني من. يعني أنت الآن. الإسلام حث على الطعام. يا ناس أطعم الطعام وأفشوا السلام أطعم الطعام. وكان من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطعمون الطعام لأهل الصفة. اللهم صل على. وكان يتنافسون على إطعامهم ويحضرون الطعام، حتى عنونا في الصحيح باب وضع التمر في المسجد. رحمة. أفرض يا أخي اللي جوني أغنياء أكلوا ما فيها شيء، أفرض بعضهم بخلة ما فيها شيء. طيب يا أخي على الأقل يا أخي ما عندها أحد يجهز له طعام. هو شيخ بس هو كنا كان يتكلم عن هناك أسر. تكلم أسر فقيرة. لا تعالج. أنت عالج الإسراف ونبه. أنا أطرح وجهة النظر يعني. يقول إن هناك أسر فقيرة لو أعطيت بعض الأموال. ما يمنع هذا، ما يمنع هذا، ولا تخشى من العرش إقلاله. يعني ما فيه. لكن هالعامل أنت لما جبته شجعته أن يصلي في المسجد. صحيح. وأيضا يسأل عن الإسلام. وكلفته مساكين يعني من أول، هو بياخذ جهد في صنع الطعام وهو صايم. صح ولا لا؟ صح. وتوه جاي منهك. عامل نظافة ولا عامل بناء وتعبان ومرهق، ثم وين يروح يصلح نفسه؟ أكل؟ لا، جبت له الأكل والمكان وهيئة للمسجد، وممكن تلقي عليه كلمة وهي مرة بالشهر دينك يعني. وبعدين الناس دافعة. ولا تخشى من ذو العرش إقلالا. أبشرك شوف هذه الدولة ما تنفق لا يعوضها. الحمد. وأذكر الملك فهد رحمة الله عليه لما تكلم عن توسعة الحرم وقال كلمة عظيمة ليتك والله، وقال كانت بعد حرب الخليج. يقول البعض قال الميزانية ما تسمح، قلنا من الله. كان الاقتصاد منهك. كان منهك تماما. كلمة عظيمة قالها رحمة الله عليه. بل وأنشأ جمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف. اي الله يجزاه. وما زال هذا تولاه الملوك من بعده. واهتموا. وما زال خادم الحرمين أعزه الله يوزع المصحف على كل حاج ومعتمر. الله. سدوا فراغ في العالم الإسلامي. وأنا زرت المجمع، تقنيات عالمية عظيمة. قدموا كل فترة عيدوه. صحيح. تدري ليش؟ هذا كله يعوض من الله. الله. شوف الميزانية الآن وقفت البدلات فترة. وكان أعداء البلد فرحوا. يتربصون. الحمد لله جابها الله سبحانه وتعالى وخلف الله على بلد خير وعادة الأمور. وهذه البلد طالما أنها محافظة على العقيدة. الحمد لله. ملتزمة. وهذا سر هذا. وهذا نص النظام عندنا ولله الحمد. ودائما يحث عليه الملك ولي عهده ولي عهده كلهم على أن الثوابت هذه يجب أن لا تمس ولن تمس إن شاء الله. لأنهم أعرف منا في قيمة ارتباط البلد في العقيدة. الله أكبر. وهي أيضا مصلحة أخروية قبل أن تكون دنيوية. طبعا هي مصلحة أخروية. الله أكبر. شف أنت لما ترتبط بالتوحيد أولئك لهم الأمن. لو لقيتني في قراب الأرض
ذنوب ومعاصي لا تشرك بشيء غفرت لك ولا أبالي. فلذلك التوحيد والمحافظة عليه وبناء العلاقات بناء على المحبة في الله، لذلك قال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم نعم في الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدو عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. وأيضا شيخنا الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله يعني الأمن والهداية نعم من الله عز وجل. ليش؟ لأن الإيمان إذا لم يصاحبه ظلمه والشرك نعم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليش الشرك ظلم عظيم؟ لأنك أعطيت ما هو حق لله أعطيته لغير الله. لما تنادي مسكين ضعيف ولا حجر تنادي حجر وتقول هذا ربي هذا ظلم صح. أو نبأ جعلت الألوهية أو الربوبية في غير الله، أثنين أخذت ما هو حق لله وعطيته لله لغير الله، يعني نعم. من جهتين نعم نعم. الشيخ الكريم أيضا الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العظيم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى من العضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيضا نعرف أن هناك جراح تعاني منها الأمة الإسلامية سواء في العراق في سوريا في بورما في بعض المناطق في هذا الكون. أيضا مشاعر المسلم ارتباطه بالأخوة الإسلامية كيف يمكن له أن يعبر عن حبه لإخوانه وكيف يمكن أن ينصرهم وهو ربما لا حيلة له في ذلك؟ بعطيك شيء بس نعم. تلقى واحد وثني نعم يسلم اليوم بكرة يبكي على مأساة فلسطين. إذا أسلم قلت لك يسلم اليوم بكرة يبكي على مأساة فلسطين الله وهم الأول لا تعني فلسطين. ما الذي دفع يسلم اليوم ثم يتجرع الألم على مأساة بورما الأركان ولا منبار التيمور ولا مآسي ومجاعات الصومال يتحسر لولا الأخوة الإسلام وأنه شعرنا بالجسد الواحد. ترى هذا الشعور بالجسد الواحد لما الآن أنت تتحسر على المجاعة اللي في الصومال وتبكي لمآسي أهالي بورما وتبكي لما حل بإخواننا في من أهل السنة في اليمن من الحوثية تؤجر هذا الجسد الواحد صحيح. وطيب هل أكتفي فقط في الحزن ولا أيضا أرفع؟ كل على قدر ما يستطيع يعني الذي في ماله في ماله مثلا الدولة في سياستها وفي اقتصادها وقفت نعم الحمد لله بل وفي جيشها وقفت جميل. احنا كافراد في مالنا لما يدعى للتبرعات العامه زي ما حدث لحلب وفي دعواتنا اللي عندك ثلاث في نعم. شيء على الدول وفي شيء على الافراد ينقسم الافراد الى جهتين تقصد الحملات الشعبيه والوطنيه. الافراد التاجر يدعم بماله نعم والفقير بدعائه والسياسي بمواقفه والسياسي بماله وبمواقفه وبجيشه كل حسب مسؤوليته كل له. لكن شيخ الكريم ايضا في المشاعر المقدسه أحدهم كان يحمل حاجا كبيرا في السن وهو شاب ما شاء الله تبارك الله أعطاه الله بسطة في الجسم فجاءه يعني أحد الإخوة يشكره على بره بوالده قال والله هذا ليس بوالدي ولا أعرفه إنما رأيته ضعيفا فنقلته من مشعر في المشاعر المقدسة إلى مشعر آخر وانظر إلى طول المسافة. ما الذي دفعه لأن يقوم بهذا العمل العظيم؟ الحب في الله. الله أكبر. أنا أذكر قصة طريفة نختم بها لواحد من الشيخ من الوهيبي نعم وهذا نسيب الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه نعم الشيخ عبد الله بن حميد والد الشيخ صالح إيه نعم. هذا قرأت لقصة عجيبة كان فيه رجل استودعه امرأة وكان من البادية نعم استودعه امرأة وضعه عنده وقال بروح للسوق أثرة عجوز وبيتخلص منها سوابها نعم أحضر لها من تعتني بها ومكث يحفظها ويرعاها حتى ماتت. الله أكبر. وش اللي دافع لذلك؟ معنى دفع أموال وجهد بذل جهد كبير بل اعتبرها جزء من أهله. ما الذي دفعها؟ ما الذي دفعها؟ يمكن هذا الذي ذهب قد مثلا مات أو
فاض الكوخ يقدر يحطها برا، قد يعني حدث له لا 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 وقف برا. يقدر يطلعها برا، يقدر يسلمها قال هذه أمانة عندي. جميل. ومتى ما جاء يمكن راعي اللي سلمها مات، يمكن بيتخلص منها، يمكن أصابه. المهم أنه حافظ على الأمانة ورعاها حق رعايتها. جميل. وجاب لها من يخدمها وبقيت معه فترة طويلة من وما زال أولاده أحياء. أولاد رحمه الله هذا الرجل. الله. وقصة عجيبة. جميل. أنا طلعت عليها قشعر لها بدني. أي والله، وهذه كلها تنطلق من الأخوة الإسلامية. لولا الأخوة الإسلامية ولولا رجاء ما عند الله ما فعل هذا الشيء. نعم. إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، مع وافر الدعاء لضيفنا الكريم وأخونا المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي التميمي، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله لكم صاحب الفضيلة. وأنا أشكرك حقيقة، وأشكر القناة، وأشكر هذه الوزارة طيبة، وأشكر القناة مديرها والقائم عليها، وأشكر الحقيقة الطاقم والحريصين على البرنامج وقوة المتابعة، وأشكر لك حقيقة أنت كقائد متألق لهذا البرنامج منذ سنوات، وهو في كل يوم في ازدياد وتألق وإبداع، وذلك توفيق الله سبحانه وتعالى لك ولهذه القناة ولهذه البلاد الطيبة المباركة. أسأل الله أن يحفظ لبلادنا أمنها وإيمانها وسلامة السلامة، وأن يوفق ولي أمرنا وولي عهدي وولي ولي عهدي لما يحب ويرضى، وأن يصلح بهم البلاد والعباد، وأن يرفع بهم راية السنة ويقمع بهم راية البدعة، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الشكر أيضا موصول لأخي وزميلي معد هذا اللقاء نسل بوردي، ولمخرجه الكريم شكري الشهري، وكافة الزملاء طاقم البرنامج. نلقاكم إن شاء الله بخير وعلى خير في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.